إن من قلة المعرفة وقلة العقل أن تصور أولادك في أجمل زينة وترسل ذلك للناس، وربما صور ابنه على هيئة إما قوة أو كمال في الجسم ونشرها للناس، وهذا يعرض ولده لكل سوء. وقد تقدم البارحة أن العين حق، وكذلك من الناس من يصور الولد في شيء قبيح إما في هيئة أو فعل ثم يرسل للناس يضحكون منه، هذا من خيانة الأمانة. هو ضعيف بين يديك، أترضى أن تصور على هذه الهيئة وترسل للناس يضحكون منك؟ وبعضهم يريد أن يحصل أموالا من هذا، مليون مشاهدة ولا كذا، ويعطى على حساب هذا الضعيف المسكين، ويبقى هذا ضحوكة يضحك منه الناس، ربما يكبر ثم تعرض عليه هذه الصورة. ظلمات بعضها فوق بعض. فوصيتي لكل مسلم ومسلمة أن يشتغل بما يعنيه، وأن يعتني بما يرفع درجته في الدنيا والآخرة، وأن يبتعد عن سفاسف الأمور.